أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة نت، مرصد أفاد مئات العائلات العراقية العالقة بين سوريا وتركيا تعيش أوضاعا سيئة. في المدى، مالية البرلمان السابق تكشف ملابسات رفع سعر الدولار، الجميع مشترك. في العربي الجديد، بريطانيا تفرض عقوبات على 5 مصارف روسية و3 أفراد أثرياء، وأوروبا تجهز القائمة السوداء. في وول ستريت جورنال، تصحيح بوتين للظلم التاريخي على بلاده يورطه في مواجهة مع الغرب بدون خطة رديفة. في عربي 21، رايتس ووتش تدعو لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. في ذا أتلانتيك، بوتين اختار الحرب الأبدية وروسيا ستضطر لخوضها طالما بقي سيد الكرملين. وفي نيويورك تايمز، أوكرانيا ليست دولة وهمية كما قال بوتين، والتاريخ يؤكد العكس. يقول الكاتب حاتم الفلاحي، يبدو بأن العرب سنة في العراق، قد كتب عليهم التهجير والتغيير الديموغرافي وعدم الاستقرار في حالة الحرب والسلم بعد عام 2003، خصوصا وأن الأسباب والمبررات التي يتم تسويقها من قبل الحكومات الطائفية في العراق لتنفيذ هذه المشاريع قد فقدت جميع مبرراتها لذلك، سواء كانت لأسباب سياسية كما حصل في المناطق المحاذية لإقليم كردستان، حيث تم ضم الكثير من الأراضي والمناطق حسب مقولة البرزاني بأن الحدود تكتب بالدم، حتى وصلنا إلى قضية التهجير القسري التي تجري في منطقة مكحول بحجة الفراغات الأمنية وعدم قدرة القوات الحكومية على حماية القرى، ليبلغ عدد العائلات المهجرة قسرياً أكثر من 400 عائلة، ولا زالت حملة التهجير مستمرة. يقول الكاتب، لا أعرف هل دافعت القوات الأمنية عن المناطق التي ذكرناها أعلاه لكي تفشل في حماية هذه القرى في مكحول. من المعروف أن إيران قد دخلت بقوة على خط التغيير الديموغرافي الممنهج في العراق منذ عام 2003 لتنفيذ سياستها التوسعية، بعد أن وظفت أذرعها العسكرية التابعة لها لتنفيذ هذا المشروع من خلال ممارسة شتى الوسائل والأساليب، ومنها الاعتقالات والاغتيالات وفرض الإتاوات والضرائب وعمليات الخطف والقتل والتهديد والابتزاز، بالإضافة إلى تجريف البساتين والمزارع وحرق وتدمير المنازل، وخاصة بعد تفجيرات سامراء والتي استمرت حتى وصلنا إلى عام 2014، حيث تغيرت السياسات والأساليب الطائفية لتدخل مرحلة جديدة من السيطرة العسكرية على القرى والمدن السنية من قبل الميليشيات التابعة لإيران، والتي ترفض الخروج منها بتواطؤ من قبل حكومة المنطقة الخضراء والسلطة التشريعية والقضائية، لتوسم هذه المناطق بتسمية الإرهاب بحجج واهية لاستباحتها وتدميرها. وهذا ما حصل في استعادة المناطق السنية التي سلمها المالكي وقواته الأمنية إلى تنظيم الدولة داعش، ليتم تدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها لإنقاذ أنفسهم. ولكن الغريب هذه المرة أن القوات الحكومية تقول إنها لن تكون قادرة على حمايتهم في منطقة قرى مكحول. يضيف الكاتب، لقد سوقت الحكومة هذه المرة ذريعة عدم قدرة القوات الحكومية على حمايتهم، يجب عليهم ترك منازلهم وقراهم. وأقول، إذا كان الحل لدى قيادة العمليات المشتركة والقوات الحكومية ترك السكان لمناطقهم التي يسكنون فيها لحمايتهم، فهذا يعني أننا مقبلون على هجرة أعداد كبيرة ولكثير من المدن الأخرى في حال تعرضها لأي هجوم، خصوصا وأن لدينا تجربة مرة مع القوات الأمنية، وخاصة في قرية نهر الإمام بقضاء المقددية،
حيث وقفت تتفرج على الميليشيات المسلحة وهي تقوم بعمليات القتل والحرق والتجريف للدور السكنية ومؤسسات الدولة بما فيها المساجد والمدارس، علما بأن هذه القرى التي تعرضت للتدمير والتخريب كانت ضمن سياق قرى ومدن متسلسلة في القضاء ضمن محافظة ديالى. ذات المقال منشور في رسام في موقع رسام، ولكن من زاوية أخرى يضيف الكاتب حاتم الفلاحي، يقول: إذا كانت القوات الأمنية غير قادرة على حماية السكان والقرى في منطقة مكحول، فلماذا لا تسلح العشائر في هذه المناطق للدفاع عن قراها؟ أم أنكم لا تثقون بهذه العشائر كما فعلتم في استعادة المدن من تنظيم الدولة وكما حصل في جسر بزيبز؟ أم أنكم تحتاجون لكفيل فيما يخص التسليح؟ وهنا أذكر بما باع الأسلحة الأمريكية لتنظيم الدولة من القوات الأمنية وليس من العشائر. وأما أسأل لماذا لا تسلحون هذه المناطق أسوة بعشائر الجنوب وما يمتلكون من أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة؟ حيث يقول الفريق رشيد فليح قائد عمليات البصرة بأن العشائر تمتلك من الأسلحة الثقيلة ما لا تمتلكه القوات الحكومية، والسؤال: لماذا يسمح لعشائر الجنوب بالتسليح بينما تفرغ مناطق السنة من جميع الأسلحة؟ لماذا وجدت القوات الحكومية يا سيادة القائد العام للقوات المسلحة إذا كانت غير قادرة على الدفاع عن الشعب وعن القرى والمدن؟ وهذا يجعلنا نقول: لماذا وجدت أصلاً بهذه الكثرة العددية التي وصلت لأكثر من 1.5 مليون منتسب يتوزعون في وزارة الدفاع والداخلية والبشمركة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات بغداد وقوات الرد السريع والأجهزة الأمنية والاستخبارية وغيرها؟ فهل وجدت لتنقل السكان إلى خارج المدن؟ أو لكي تتفرج على سلاح الميليشيات المنفلتة؟ فإذا كانت هذه القوات غير قادرة على فرض القانون وهيبة الدولة فيجب حلها، وعليك أن ترحل يا سيادة القائد العام وتترك المنصب لغيرك. ولكني حقيقة لا أستغرب من هذا الإجراء الذي يجري في المناطق السنية حصرا، وذلك لأنهم هددوك بقطع أذنيك فسكت، ووضعوا صورتك وداسوا عليها بأقدامهم فصمت، وحاصروا مقرك في المنطقة الخضراء وسكت أيضا، واستهدفوا منزلك لقتلك وتركتهم بلا حسيب أو رقيب. والظاهر أنه لا حياة لمن تنادي، والأجدر بنا أن لا نتوقع شيئا منك يا كاظمي، ففاقد الشيء لا يعطيه. يقول حاتم الفلاحي في ختام مقاله: أسألك يا رئيس الوزراء، عندما هجرتم هذه القرى ألا تسأل نفسك كيف ستكون ظروف معيشتهم اليومية ومزارعهم ورعاياتهم الصحية والمياه الصالحة للشرب والأمن والتعليم في المدارس؟ وكيف سيكون مصير الأطفال وتعليمهم في المدارس في هذا الموسم الدراسي؟ وكيف سيعيشون في مناطق صحراوية جرداء في مخيمات لا تغني ولا تسمن من جوع لا تقيهم حرا ولا بردا؟ ألم تسألوا أنفسكم كيف ستكون حياتهم بعيدا عن ممتلكاتهم التي تركت للسرقة والنهب وغيرها؟ ومن يفكر بالعودة إليها سوف يعتقل ويسجن بحجة مخالفة التعليمات. الآن إلى مقال منشور في صحيفة المدى، يقول الكاتب علي حسين: أكاد ألمح ابتسامة رضا وارتياح على وجوه ساساتنا ومقربيهم وهم يرون كيف استبدلت ملفات مهمة مثل الإصلاح السياسي والخدمات وملاحقة حيتان الفساد بمعلقات جديدة عن الثلث المعطل. وأيهما أكثر سعادة للمواطن، حكومة الأغلبية أم توافقية فيها يجري توزيع المغانم؟ ذلك أن إثارة مثل هذه القضايا في هذا الوقت بالذات فرصة لتواري واختفاء ملفات تمس حياة الناس ومستقبلهم.
اعتقد العراقيون أن ذهابهم بكثافة إلى الاستفتاء على الدستور في تشرين الأول من عام 2005 سينهي كل مشكلاتهم، ففوجئوا بأنه يعمق هذه المشكلات والانقسامات، وأنه دستور كتب وصمم لمصالح الأحزاب والكيانات السياسية. ثم وقف الناس في طوابير طويلة في انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات، أملاً في تهدئة نفوس الساسة الثائرة من أجل الكراسي والمناصب والانطلاق نحو عملية ديمقراطية، فاكتشفوا أن الانتخابات انطلقت بهم إلى عالم زائف ومخادع من الممارسة السياسية. اليوم يعتقد البعض أن صبر العراقيين على 19 عاماً من الطائفية والمحسوبية والانتهازية السياسية وما رافقها من مآس يمكن أن تختصر في معارك من أجل الكراسي. والغريب أن الجدل في القضايا التي لا تمس حياة الناس لا يزال متواصلاً، مثله مثل الجدل الكوميدي حول 700 مليار دولار التي كان يمكن للعراق الحصول عليها لو أنه دخل في قافلة طريق الحرير، وبدلاً من أن يعرف الناس من هو المتسبب في ضياع مئات المليارات من أموال الشعب في مناقصات وهمية ومشاريع لم ترى النور، خرج عليهم من يصرخ وصيناه. وعندما تقول له يا رجل الصين لم تصبح دولة عظمى إلا بعد أن قامت لمحاربة الفساد التي أطلق عليها اسم النمور والذباب، وشملت محاكمة وسجن أكثر من 1,000,000 شخص من كبار وصغار مسؤولي الحزب، فيما نحن نعيش مع حملة الحفاظ على الفساد وتنميته وتسمينه، $1,000,000,000,000 أهدرت في مشاريع وهمية، ولا يستطيع البرلمان أن يستجوب رؤوس الفساد الكبيرة لأنها خط أحمر ممنوع تجاوزه. يقول علي حسين أيضا علينا أن نتساءل كم مشروع وضع أو وضع له المالكي حجر الأساس ثم تبين أن الأمر مجرد فصل من مسرحية كوميدية لن تنتهي. كم مرة سمعنا وزراء من عينة الشهرستاني وأيهم السامرائي يتغنون بأن هذا العام هو عام الاستثمار والتنمية، هل المشكلة اليوم في تعديل الدستور أم في تغيير منظومة سياسية أثبتت فشلها وتريد أن تواصل مسيرة الفشل وأن تسمح لها الظروف بالجلوس على الكرسي من جديد؟ في صحيفة القدس العربي كتبت هيفاء زنجنة مقالا تحت عنوان دفع التعويضات حين تكون أمريكا هي القاضي والجلاد في آن واحد، وجاء فيه في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة حاجتها إلى 5 مليارات دولار لتجنب كارثة إنسانية في أفغانستان، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا برفع الحجز عن 7 مليارات دولار من الأصول التابعة للبنك المركزي الأفغاني وتخصيص ما يزيد عن 3 مليار دولار منها لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول. ومن باب المفارقة السوداء يتزامن هذا القرار مع إصدار مجلس إدارة لجنة التعويضات في الأمم المتحدة تقريرا يبين أن حكومة العراق قد أنجزت كامل التزاماتها الدولية لتعويض كل المطالبين الذين منحت لهم التعويضات من قبل اللجنة للخسائر والأضرار التي عانوا منها في نتيجة مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرامة قدرها $20,000 على منظمة أصوات في البرية المؤلفة من متطوعين شبان رائعين في بريطانيا لتبرعها بأدوية للعراقيين في الفترة التي فرض فيها الحصار من عام 1991 إلى 2003. كما فرض المكتب غرامة قدرها $10,000 بالإضافة إلى الفائدة ضد ناشط السلام بيرت ساكس لأخذه أدوية لسكان البصرة، وأسقطت المحكمة التهم الموجهة إليه في ديسمبر كانون الأول من عام 2012 بعد أن قضى سنوات من عمره مفنداً القرار، بل ورفع دعوى ضد المكتب متهماً الحكومة الأمريكية بالإرهاب استناداً إلى تعريف القانون الأمريكي للإرهاب،
قدم بيرت دعماً لقضيته، مئات التقارير الطبية والأدلة التي تثبت مسؤولية أمريكا عن موت مئات آلاف الأطفال العراقيين واستهداف المدنيين عمداً وتدمير البنية التحتية وفرض الحصار الاقتصادي الذي وصفه عدد من مسؤولي الأمم المتحدة بأنه إبادة جماعية، مستشهداً بتقرير كشف أن هدف أمريكا من خلال جعل الحياة غير مريحة للشعب العراقي ستشجعهم العقوبات في النهاية على إزاحة الرئيس صدام حسين من السلطة. ولتحقيق ذلك الغرض تواصل أمريكا سياستها الخارجية المستهدفة في حقيقتها الشعوب وليس الأنظمة من خلال فرض العقوبات الاقتصادية وتجميد الأرصدة ودفع التعويضات، بينما تواصل سياستها الخارجية نفسها على اختلاف الرؤساء في شن الحروب وإسقاط أي نظام يبادر لتحقيق الاستقلال الحقيقي وتمثيل مصالح شعبه. هيفاء زنجانة تقول في مقالها أيضاً إن القرار الأمريكي بتجميد الأرصدة الأفغانية ومنح نصفها تعويضات لضحايا 11 من أيلول سبتمبر، بينما يعيش الشعب الأفغاني مأساة الحاجة الإنسانية والكفاح للحصول على أبسط مقومات الحياة، تقول إن هذا كله يمثل عملية نهب تماثل نهب العراق المتواصل، سواء عن طريق العقوبات الاقتصادية ودفع التعويضات أو الغزو وتحطيم البنية التحتية وتنصيب حكومات فساد بالنيابة. قدمت صحيفة الغارديان قراءة في تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين عن كييف، في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إن روسيا قد تكون مستعدة لغزو أوكرانيا بقوة تصل إلى 190 ألف جندي حشدتها بالقرب من حدود جيرانها. يقضي الاعتراف الروسي فعلياً على اتفاقيات مينسك للسلام عام 2014-2015 التي على الرغم من عدم تنفيذها إلا أن جميع الأطراف بما في ذلك موسكو تعتبرها الفرصة الأفضل للتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في شرق أوروبا. واصطفت الحكومات الغربية منذ شهور لتحذير موسكو من أن أي تحرك للقوات العسكرية عبر الحدود الأوكرانية سيواجه برد فعل قوي بما في ذلك عقوبات مالية صارمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الاعتراف سيزيد من تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويدعو إلى مزيد من التساؤل عن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي لهذه الأزمة. هل اعترفت روسيا بالانفصال قبلاً؟ نعم، لقد اعترفت باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما منطقتان جورجيتان منفصلتان، بعد خوض حرب قصيرة مع جورجيا في عام 2008، وقد وفرت لهما دعماً مكثفاً للميزانية، وقدمت الجنسية الروسية لسكانها ونشرت الآلاف من القوات هناك. تقول الغارديان في قراءتها أيضاً على الجانب السلبي تواجه موسكو عقوبات وإدانات دولية لتخليها عن اتفاقية مينسك بعد أن أكدت طويلاً أنها ملتزمة بها، كما ستتحمل إلى أجل غير مسمى المسؤولية عن منطقتين دمرتهما 8 سنوات من الحرب وتحتاجان إلى دعم اقتصادي هائل. الآن إلى The Atlantic، وفيها قال توم نيكولز المشارك في مجلة The Atlantic إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المليء بالتنهدات والمظالم يشير إلى اختياره الحرب والحرب الأبدية. يرى نيكولز أن مظهر المترنح بوتين وأثر خطابه الميت قاده للاعتقاد أن الرئيس الروسي ليس في حالة عقلية جيدة، ولم يكن مظهره يشي برئيس واثق من نفسه بل مراهق وقع في مأزق ويدير عينيه على مراهقين لا يفهمون مدى قسوة العالم عليه. وبعيدا عن أداء بوتين فخطابه بدا في الكثير من بنوده أحمقا بحسب وصف الكاتب.
لم يكن إقحام بوتين للتاريخ إلا دعوة منه بأن موسكو والمرشد الأعلى للكريملين هو من يملك حق ملكية الدول السيادة أم لا. ومرة بعد الأخرى ظل يعود بوتين إلى شمس الحقبة السوفيتية واتهم أوكرانيا بتطوير أسلحة نووية، وهو درس مأخوذ مباشرة من كتاب القادة الروس الذين كانوا يتهمون ألمانيا الغربية بتطوير السلاح لاستعادة أرضهم المسلوبة. إن بوتين لم يترك أي مساحة للتفاوض مع جو بايدن، وهو جاهز للعقوبات التي ستفرض بعيداً عما ستفعله روسيا، ويؤكد أن العداء الغربي لبلاده دائم. وباختصار، فقد بات بوتين يؤمن بالتقاليد الروسية القائمة على الرهاب من الآخر، وهي عقدة نقص تعطي موسكو الفرصة للزعم أنها منقذة للدول الأخرى وأنها ضحية مؤامرات كبرى، وهي دراما تعطي صورة عن قوة روسيا التي يخافها الآخرون وضعيفة لكي تكون مهددة. وفي هذه القصة لا يريد الغرب السلام والأمن، بل تقويض روسيا. وبوتين يقدم نفسه كنبي محاصر يحاول تخريب الخطط الشريرة المرسومة ضد شعبه. وأكد بوتين أنه يرفض قبول نتائج الحرب الباردة وسيواصل كفاحه لتفكيك نظام الأمن والسلام الأوروبي الذي ظهر بعد نهايتها. وهذه حرب بوتين الأبدية، فروسيا التي لحقتها لعنة القيادة السيئة طوال تاريخها ستقاتل في هذه الحرب طالما بقي بوتين سيد الكرملين. كان هو السبب في حصولي على لقب ملكة النحل، تقول مربية النحل زينب العموري وهي تتحدث عن زوجها الراحل الذي بدأت معه منذ 34 عاما مشروع تربية النحل الذي حقق لأسرتها دخلا مناسبا يكفي لإعالة أسرتها بعد مرض زوجها وتوقفه عن العمل ثم وفاته. تعتني المعموري بالنحل كأنه جزء من العائلة، وهي تتحدث عن مهنتها بكل فخر، خاصة وأنها تهتم بأكثر من 400 خلية نحل ترعاها طوال العام بظروفه الجوية وتنتظر مردودها بكل صبر، حيث تنتج الخلية الواحدة في المحافظة بالمعدل 15 كيلوغراما من العسل. بالإضافة إلى العسل الذي ينتجه النحل زينب المعموري، فهي تبيع أيضا في مجموعة من العلب التي تحمل علامة تجارية باسمها، تبيع شمع العسل وعدداً من المكملات الغذائية التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى أنها امتدت من مربية نحل إلى مدربة تقدم تدريباً شاملاً لنساء أخريات مررن بظروف شبيهة بظروفها. الآن أتابع وإياكم كاريكاتير اليوم. مشاهدينا، هذا كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.